وينضم إلينا من نابلس مراسلنا خالد بدير. خالد، دعنا في تفاصيل الشحنة، يعني أرى من خلفك الشاحنات تظهر في الصور، حجم الكميات المقدمة من الأدوية، حجم المستلزمات الطبية المقدمة وما إلى غير ذلك. نعم، يعني الشحنة هي جاءت برسالة عاجلة بالتأكيد من قبل وزارة الصحة الفلسطينية هنا في مدينة نابلس وعموم الأراضي الفلسطينية. الحكومة الفلسطينية قررت بإرسال شحنة قوامها أكثر من 20 حافلة سيتم تجهيزها من المستودعات المركزية هنا في مدينة نابلس وكذلك أيضا من مدينة رام الله، على أن تتوجه كافة الحافلات مساء هذا اليوم باتجاه بوابة عفرة. طبعا نعلم أنه لن يتم وصولها إلى قطاع غزة هذا اليوم نتيجة الإغلاق الذي تشهده معابر قطاع غزة وكذلك أيضا الضفة الغربية بحجة الأعياد اليهودية. سيتم إن شاء الله حسب ما تم الإفادة دخولها مع إعادة فك هذا القيد والطوق العسكري المفروض على الضفة والقطاع صباح يوم الأحد. الشحنة بحد ذاتها هي من أصناف مختلفة من الأدوية، من معدات ومستلزمات يجري تجهيزها ولازال العمل حتى هذه اللحظة، خاصة ما بعد المواجهة الأخيرة في قطاع غزة والتي كان هنالك مناشدة على لسان الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة بأن الوضع الصحي في قطاع غزة يتجه نحو الكارثة. هنالك عجز عن تقديم الخدمات الطبية، عن تقديم الأدوية وأصناف متعددة نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ 13 عاما. ما يجري هنا هو فعليا تجهيز لهذه الشحنة التي ستصل صباح الأحد كما هو متوقع إلى قطاع غزة حتى تشكل يعني ولو بجزء بسيط نوعا من الإغاثة العاجلة للقطاع في ظل الاحتياجات المستمرة، في ظل المعاناة المستمرة وفي ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة. أشكرك جزيلا من نابلس مراسلنا خالد بدير من أمام الشاحنات الطبية، شكرا جزيلا لك.